علاش ما نوضحوش للناس شنو هي طبيعه علاقتك بالطرابلسيه؟ كما طبيعه علاقتي باي ناس اخرين، تبقى الاختلاف هما كانوا في السلطه فقط، علاقه عاديه جدا، مش علاقه تماعش معناها. كما عندي اصحابي ماهمش صاحبي قهواجي، كما عندي صاحبي وزير كيف كيف، ونعملهم بنفس الطريقه، معناها ماهيش علاقه خاصه خالص، ما فماش مش بعض الاسامي